تعد القرية الأولمبية لقناة السويس مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية في موقع متميز بمحافظة الإسماعيلية، حيث تصل مساحتها إلى 350 ألف متر مربع. تشمل القرية الأولمبية العديد من المنشآت تضم تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة. حلم أصبح واقعاً والمستحيل لا يعرف لمصر طريق، فبعد عمل وجهد وسواعد متشابكة أصبحت القرية الأولمبية لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية صرحاً رياضياً متكاملاً بمنطقة القناة. فالقرية الأولمبية تتضمن مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية على مساحة 350 ألف متر مربع تقريباً، وبها تستكمل قناة السويس دورها المجتمعي بمنطقة القناة. المدينة الرياضية تشتمل على العديد من المنشآت، منها استاد هيئة قناة السويس، والصالة المغطاة، ومجمع السباحة الرياضية الاجتماعي، واستاد الهوكي، وملاعب مفتوحة، ومسجد، ومهبطي طائرات، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لانتظار السيارات وتجهيزات خاصة لذوي الهمم. ولعل أهم ما يميز المدينة الأولمبية هو الاستاد الرياضي الذي يقع على مساحة 80 ألف متر مربع، ويتسع إلى 21 ألف متفرج، والذي تم في تصميماته مراعاة الاشتراطات الدولية الخاصة بالفيفا وبالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالاتحاد المصري. كما أن الاستاد يتكون من المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى والتي تقع في المنتصف وتتسع لحوالي 3000 متفرج، كما يضم قاعتين لكبار الزوار VIP مجهزة بشاشات. الاستاد مزود بغرفة مخصصة لحكام الVAR، كما يضم مركزا إعلاميا وقاعة للصحفيين، فضلا عن قاعة مؤتمرات مزودة بأحدث الأجهزة ومجمع مطاعم وكافيهات لخدمة الجمهور. غرف اللاعبين مزودة بساونا وجاكوزي، والاستاد يضم استراحة بها 60 سريرا فندقيا، كما يستخدم نظام إضاءة هو الأحدث في الشرق الأوسط.